في أهلا ثم سهلا وتحية، في ضيوف وبجمع قد تحية. في أهلا ثم سهلا وتحية، في ضيوف وبجمع قد تحية. الله 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 الله. أهلا وسهلا بكم مع درسنا الجميل المد بالياء. لاحظ بني الفرق في النطق بين كبير كبير وكبر كبر. حرف الباء في كلمة كبير صوته طويل، فيه مد. قلت كبير، أطلت في حرف الباء كبير، لكن حرف الباء في كلمة كبر كبر ليس طويلا في الصوت وليس فيه مد، نطقته بسرعة، قلت كبر كبر كبر، ولذلك لم أكتب مدا. كلمة حميد، ما الحرف الذي صوته طويل؟ لاحظ حميد، ما الحرف الذي صوته طويل في هذه الكلمة؟ فكر. رائع، حرف الميم، ما نوع المد هنا؟ فكر. أحسنت، مد بالياء. المشكلة أن بعض الطلاب عندما أطلب منهم أن يكتبوا مثلا كلمة حميد فيكتبها بهذا الشكل، حمد حمد، وينسى المد. حتى تعرف الفرق بينهما، لاحظ الفرق في الصوت بين حميد حميد، تشعر أن حرف الميم طويل، حميد وحمد حمد حمد، حرف الميم ليس طويلا ولذلك لم أكتب المد. وهكذا لاحظ الفرق بين رنيم رنيم ورنم. النون طويلة في كلمة رنيم فوضعت المد، لكن في كلمة رنم النون قصيرة في الصوت فلم أضع مدا، نطقتها بسرعة، قلت رنم رنم. قد يقول طالب: يا معلم، أنت لم تنطق حرف المد الياء، فكيف تكتب شيئا لا تقرأه؟ الإجابة ستكون بالأغنية التي تحفظونها، هيا نتذكرها. حروف المد ثلاثة: ألف واو ياء، فقيرة مسكينة ما عليها حركات، بنكتبها ما نقرأها. إذن حروف المد تكتب ولا تنطق، تكتب ولا تنطق، لكن كيف أعرف أنني سأكتب حرف المد مثلا في كلمة رحيم بعد حرف الحاء؟ لماذا لا أكتبه بعد حرف الراء؟ الإجابة، استمع إلى كلمة رحيم رحيم، ما الحرف الذي فيه مد؟ أو ما الحرف الذي صوته طويل؟ الإجابة هو حرف الحاء، إذن المد سيكتب بعد حرف الحاء. السؤال الأخير: لماذا كتبنا المد بالياء هنا ولم نكتبه بالألف أو بالواو؟ الإجابة، استمع، أنا قلت رحي رحي، حرف الحاء تحته كسرة، إذن المد هو مد بماذا؟ بالياء. أحسنت. لاحظ الفارق أيضا بين صغير وصغر. كلمة صغير حرف الغين طويل، إذن فيه مد، مد بالياء، لكن كلمة صغر ليس هناك مد في أي حرف من الأحرف ولذلك لا نكتب أي مد. لاحظ أيضا الفارق في سعيد وسعد، حزين وحزن.
استمع إلى معلمك جيداً، ثم اكتب الكلمات التي تسمعها بطريقة صحيحة، ثم أرسلها إلى معلمك. أنا سأعيد الكلمة مرتين. اكتب معي كلمة كريم. كريم. عمل. عمل. أمير. أمير. حرص. حرص. بخل. بخل. حريص. حريص. عميد. عميد. بخيل. بخيل. أضف من عندك أمثلة كما تشاء. شكرا لك عزيزي الطالب، إلى اللقاء.